السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد وحلقة من شروحات تتعلق بحواسيب كرومبو. موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله هو معرفة مساحة التخزين في الحاسوب. الطريقة كالتالي: كما تلاحظون هنا في الأسفل قرب الساعة، قم بالضغط، بعد ذلك تضغطون على التيرز أو الإعدادات، بعد ذلك تأتي هنا إلى هذه القائمة في اليسار، ثم تضغطون على ديفايس بهذا الشكل، بعد ذلك تقوم بالضغط على الخيار الرابع. كما تلاحظون هنا عندنا ستوراج مانجمنت أو سعة التخزين. كما تلاحظون هنا سوف تجد كل ما يتعلق بسعة التخزين في الحاسوب. هنا المساحة المستعملة وهنا المساحة الفارغة. كما تلاحظون هنا، إذن مساحة التخزين في هذا الحاسوب نقوم بجمع المساحة الفارغة مع المساحة الممتلئة كما تلاحظون هنا، يعني 32 جيجا. أما بالنسبة للمعلومات في الأسفل هنا، هنا كل ما يتعلق بالملفات، يعني حجم الملفات الموجودة عندك في الحاسوب، وكذلك بالنسبة للخيار الثاني براوزين داتا، يعني كل ما يتعلق بمساحة التصفح. كذلك عندنا هنا أب and extensions، يعني كل ما يتعلق بالتطبيقات وكذلك الإضافات التي قمت بإضافتها إلى متصفح جوجل كروم. أما بالنسبة للخيار الأخير وهو سيستم، يعني حجم المساحة التخزين الذي يستعملها النظام، هي 9.1 جيجا بايت. أما بالنسبة للخيار الأخير external storage performance، ما يتعلق في حال إذا قمت بإدخال ذاكرة يعني خارجية للحاسوب أو USB أو هارد ديسك، سوف تجدها هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.